لم يكن على اليمنيين فقط أن يستقبلوا العيد بواقع أزمات لم تنتهي ووضع اقتصادي متدن وغياب لكل ملامح الفرح، بل كان عليهم أيضا أن يموتوا تحت قصف ضربات طيران التحالف العربي، الطيران الذي لم يعد يفرق بتاتا بين أهدافه العسكرية وبين الأطفال والنساء والمدنيين العزل. وهذا ما حدث فعلا ثالث أيام العيد في محافظة حجة التي استيقظت على واقع غارات جديدة استهدفت منزلين راح ضحيتها امرأتان وطفل، فيما جرح آخرون. التحالف الذي وصف مؤخرا بالأعمى تحدثت قياداته عن وجود أخطاء فنية، وهو الأمر الذي قوبل بسخط مجتمعي كبير بعد تكرار ذات الانتهاكات خلال أقل من شهر وبشكل مفزع في كل من صنعاء وصعدة وحجة ومحافظات أخرى. لم يعد الأمر قابلا للإنكار أو التغطية البائسة، هكذا يقول البعض، بعد انحراف بوصلة التحالف ليس على المستوى العمليات فحسب، والتي لم تحقق أي طائل خلال أكثر من عامين على الحرب، بل حتى على مستوى الغارات التي بات استهدافها للمدنيين والقوات الموالية للشرعية يثير تساؤلات وتوجسات عديدة، إضافة إلى السخط والانزعاج في الأوساط المحلية والدولية. تتزايد الغارات التي تستهدف المدنيين مرات تلو الأخرى أمام مطالبات دولية باحترام قواعد الاشتباك أو على الأقل تجنيب المدنيين ويلات الحرب التي طال أمدها وطالت معها المأساة اليمنية.